الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من أوليائك فإنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. اللهم شفع فينا الصيام، وشفع فينا القيام، وشفع فينا القرآن، وشفع فينا حبيبنا عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فلا تفضنا من هذا الجمع إلا وقد اعتقت رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب زوينا وأهلينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وإقالة العثرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا مقصرين ولا مضيعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل وقول يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة بسلام يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الصلوات الطيبات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.